فيكم عن جديد. وقبل الفاصل عرضنا لكم فيديو بيوضح هي 7 نصائح كيف تخلي دائما اجسامكم دافئه بفصل الشتاء. واكيد نصيحه منا لكم دائما يعني حاولوا انكم تشتروا الملابس يعني المصنوعه من خامات طبيعيه مثل الصوف ومثل القطنيات وكل هاي الامور، يعني هي اكيد بتحافظ على دفء الاجسام. وطبعا دائما وابدا يعني ارتدوا القبعات الخاصه بفصل الشتاء. واكيد هلا صار في معنا الضيف، ضيفنا مميز هو وزميلنا لنا، وهو كابتن طيار وزميلنا لنا في ميتيو ويذر مؤمن العسوفي. صباح الخير. صباح النور. كيفك شو اخبارك؟ الحمد لله رب العالمين. كيف صبحت؟ تمام الحمد لله رب العالمين. مؤمن، يعني عاده بفصل الشتاء تحديدا نسمع كثير عن رحلات طيران التغت، لنعرف شو هي الاسباب او التاثيرات اللي ممكن تاثر على الطيران خصوصا بفصل الشتاء. وانا ما بعرف اذا كمان بفصل الصيف نفس الشيء، بس انت تمام. احكي لنا اكثر. تمام. هسه بشكل عام الطقس يعني بشكل العصب الرئيسي للطيران. نعم. الطيران بدون طقس ممكن يكون بشكل يعني ممكن ياثر الطقس على الطيران بشكل ايجابي، ممكن ياثر بشكل سلبي حسب الظروف الجويه الموجوده في هاي المنطقه. بشكل عام الظواهر الجويه بفصل الشتاء بتعيق حركه الطيران بسبب يعني وجود الضباب، بسبب وجود الجليد، بسبب وجود الهواء القوي، فبالتالي الطيارات بشكل عام بتتاثر بهاي الامور، فبالتالي سلامه الطيران بتصير مهدده. بالتالي في عندك انت بيكون موضوع الغاء الرحلات، الغاء الهبوط، الغاء اقلاع. فبشكل عام الظواهر الجويه يعني مؤثره بشكل رئيسي بسبب هي يعني جمله صغيره بسبب انها بتهدد سلامه الطيران من ناحيه اتمام عمليه الهبوط او اتمام عمليه الرحله بشكل عام. نعم، يعني احنا سمعنا وقت المنخفض الجوي اللي تعرضت له المملكه خلال الايام الماضيه القليله الماضيه انه في اكثر من رحله التغت. تمام. كان السبب هو الاجواء، يعني سوء الاحوال الجويه. تمام. المطر الكثير، الثلوج، يعني الثلوج لها طبعا تاثير. اكيد طبعا. بس مش معقول انه بكل فصل الشتاء تلتغى الرحله، لازم يكون في يعني حالات جدا قويه. هسه تم تصنيف المطارات على اساس على فئات معينه. هاي الفئات او يعني كاتيجوريز معينه، هاي الفئات حسب المطار، حسب جاهزيته من ناحيه معدات، من ناحيه امكانيات، بتم تصنيف هذا المطار من ناحيه اذا كان مدى الرؤيه الافقيه متدنيه، اذا كانت يعني ظروف المدرج تتحمل الثلوج الكثيفه. بالتالي كل مطار له فئه معينه او هو ضمن فئه معينه له ظروف الخاصه، بالتالي مش كل المطارات تغلق. في مطارات بتغلق فصل الشتاء بشكل يعني دوري شبه كامل، بشكل دوري طول فصل الشتاء. في مطارات لا تستمر. يعني أهم عامل بشكل عام فصل الشتاء هو الضباب. الضباب طبعا، الضباب يعني أهم عامل من ناحية إغلاق المطار. ممكن تكون لساعات طويلة زي ما كان بالملكة عليا، بمطار الملكة عليا قبل فترة ساعات طويلة تم إغلاق المطار وتم تحوير جميع الرحلات حتى إلى العقبة. الضباب يعني في بعض المطارات مهيئة إن تنزل الطيارات على مدى رؤية أفقية صفر، ولكن مطار الملكة عليا على سبيل المثال احنا بنحكي لانه في الاردن على 400 متر. اقل من 400 متر ما بتقدر لا تعمل اقلاع ولا تعمل هبوط، فبالتالي الفئه الموجوده فيها المطار عندنا بتسمح لغايه 400، في بعض المطارات تسمح اقل، في بعض المطارات تسمح اكثر، فبالتالي هي فئات. طب مؤمن، ممكن مثلا او نحكي لك كابتن طيار، ممكن انه مثلا يصير في هبوط اضطراري لحاله مفاجئه مثلا ممكن على فرض يصير في ضباب فجاه فيصير في هبوط اضطراري؟ عمرها صارت هبوط اضطراري بسبب ضباب ولا بسبب بشكل عام ظواهر جويه؟ بسبب الضباب، خلينا نحكي بشكل اساسي، وبسبب ظواهر طبيعيه. لا هسه الضباب يعني بيكون دائما على على السطح يعني، فبالتالي انت لما تكوني فوق على مسافات عاليه او ارتفاعات عاليه ما في ضباب. مزبوط. فعليا يعني ياثر على الطيران بشكل عام. نعم. هو فعليا الظواهر الجويه من ناحيه الضباب بتاثر على على الطيران، لانك انت بدك تعمل هبوط، بدك توصل الطياره بشكل امن الى على المدرج. فبالتالي اذا كان هذا الشيء بيهدد ما بصير. اما من ناحيه هبوط اضطراري ممكن بسبب العوامل الجويه، انت يعني رايح الطياره على جهه معينه اثناء الطيران الاجواء فيها مش مناسبه، ممكن يحول رحلته هبوطه الى مطار اخر، ممكن يضطر يرجع على نفس المطار اذا كانت الظروف عنده مش مناسبه، زي مثلا عنده كميه غيوم كبيره
من الغيوم الركامية، هي بتسبب تيربلنس اللي هي المطبات الهوائية. الأجواء بشكل عام مش مناسبة، سرعة الرياح، اتجاه الرياح مش مناسب إنك أنت تقدر تنزل في هذا المطار، فبالتالي ممكن يعملوا دايفرت، ممكن يعملوا تحويل لمطار آخر مش هبوط اضطراري. طيب بفصل الصيف بتكون يعني نسبة إنه مثلاً الطيارة ممكن تهبط بمطار تانية، وكل الأمور اللي بتحدث بفصل الشتاء ممكن تصير بفصل الصيف، وشو العوامل اللي ممكن تأثر على الطيران بفصل الصيف؟ بالعادة فصل الصيف بيكون أهدى، يعني بيكون أريح، صفاء يعني السماء صافية 100%. بشكل عام الظواهر الجوية بتقل، بس في عامل أساسي خاصة بدول الخليج. خلينا نحكي عن موضوع دول الخليج، لأنه الحرارة فيها جدا عالية بتكون بفصل الصيف. الحرارة لما تكون عالية كثافة الهواء بتزيد، فبالتالي وزنه بيزيد. كثافة الهواء والوزن لما يزيد تعمل زي حاجز للطيران، بحيث أنك أنت الطيارة بدها جهد أكبر لحتى تقدر تعمل أو توصل للسرعة المناسبة لحتى تعمل الإقلاع، بالتالي هذا الإشي بيزيد مصروف الوقود. ممكن إذا كان المدرج مسافته قصيرة ممكن يأثر على سلامة الطيران، ما تقدر تعمل الإقلاع. ليش؟ لأن درجة الحرارة جدا عالية. فإذا الصيف بشكل عام درجة الحرارة هي اللي بتلعب دور كثير كبير بتأثير الطقس على الطيران من ناحية صيف، اللي هي درجة الحرارة فقط. طب الغبرة بتأثر؟ طبعا، زيها زي الضباب. نعم. ممكن حتى تكون أسوأ. هي فعليا مش موضوع غبرة أو موضوع ضباب، هي بتعتمد على مدى الرؤية الأفقية. أوكي. شو بتأثر الغبرة وشو بتأثر الضباب على مدى الرؤية الأفقية، بالتالي وقتها تقدر تحددي يا بتنزلي يا بتطلعي يا بتكملي او ما بتكملي العمليه. فاذا الغبره ممكن تنزل مدى الرؤيه الافقيه الى 50 متر، فبالتالي ما بتقدري تنزلي او ما بتقدري تعملي اقلاع اذا كان المطار مش مهيئ على هاي الرؤيه الافقيه، مش مهيئ على هاي الرؤيه انه يعمل عمليه الاقلاع او الهبوط. ولكن ممكن توصل لغايه 2000 ما بتاثر، 2000 متر اللي هي مثلا 2 كيلو ما بتاثر. فهي بتعتمد على مدى الرؤيه الافقيه أكثر ما بتعتمد شو هي الظاهرة الجوية. نعم. طب شو الخسائر اللي ممكن تسببها هاي الظروف الجوية للطيران؟ خسائر اقتصادية بشكل عام. أكيد مادي. بشكل عام يعني شركات الطيران بتعتمد بشكل رئيسي على المعلومات الطيران لحتى تقدر تعمل الفلايت بلان تبعتها، اللي هي خطة الرحلة. لما بدك، أنا بدي أطلع من هون للرياض على سبيل المثال، أنا لازم أعرف المسار اللي أنا بدي أمشي فيه جويا شو راح يقابلني من ناحية ظواهر جوية، من ناحية سرعة الرياح، من ناحية لما بدي أنزل على مطار مثلا الرياض شو درجة الحرارة هناك، شو سرعة الرياح هناك، هل في توقعات ضباب، هل في توقعات أمطار. هاي الأمور كلياتها لازم شركة الطيران تكون عارفيتها، أو الأوبريشن تحت الشركة بتكون عارفيتها، على أساسها بتعمل خطة الطيران، بالتالي بتقدر توفر مصاري، بتقدر ممكن ما توفرش مصاري، ممكن تلغي الرحلة، ممكن تأجلها، ممكن في امور كثيره تعتمد على هاي المعلومات. الموضوع التاثير اقتصاديا بيلعب دور كثير كبير، لانه الخسارات بتكون في حال صار في مثلا يعني توقع خاطئ، وصلت الطياره على المطار والمطار غير متوقع يكون فيه على سبيل المثال غبره، صارت غبره بشكل مفاجئ، وتم تحويل الطيران لمطار ثاني. خسائر مادية بشكل كثير كبير. خلينا نحكي على صعيد الطيارة نفسها، كل شركة بدها تستخدم أجواء بلد بدها تدفع فلوس، كل شركة بدها تستخدم مطار بدها تدفع فلوس. أنت لما تحول الطيارة لمطار ثاني بتكلف الشركة منامات للمسافرين. مظبوط، بعمل لود مادي عليهم. طبعا كبير. يعني الخسائر بتكون ممكن توصل بالملايين يعني. تخيل. فالموضوع مش سهل، موضوع الطقس جدا حساس، عشان هيك هو فعليا هو عصب الطيران، يعني بدونه الطيران ممكن. أكيد. طيب خلال المنخفض الجوي الأخير اللي شهدناه صار في خسائر مادية مثلا في مطارات أردنية أو والله هاي الأمور إحنا ما بنقدر نعرفها، هاي بتكون أمور خاصة بالشركة قديش التغت رحلات. يعني أكيد طالما التغت رحلات إذا كانت بشكل مفاجئ للأوبريشن تحت شركة الطيران وما كانت عاملة حسابها لهاي الأمور أكيد راح تكون خسرانة، ولكن إذا كانت عاملة حسابها ممكن من أول ما يعني ما بتطلع هاي الرحلة أو بتأجلها أو بتبكر موعد
هبوطها او اقلاعها عشان تتجنب الظاهره الجويه اللي راح تصير. الترتيب راح يكون موجود اذا كان في علم مسبق بهاي الظواهر. طيب وضح لنا اكثر عن شغلك معنا بميتيو ويذر. تمام، انا بميتيو ويذر يعني متنبئ جوي. نشتغل احنا اكثر من شغله فعليا، يعني بنعطيها لعملاء معينين من ضمنهم قطاع الطيران طبعا، لانه قطاع جدا مهم. في تقرير ثابت عند الطيارين لازم يكونوا يعني يوصلهم قبل كل رحله، وفعليا بصدر 4 مرات باليوم، كل 6 ساعات يعني مره، بوصف حاله المطار وليست الدوله، حاله المطار لمده 36 ساعه قادمه. فاذا انا لما بدي اسافر لازم يكون في عندي هذا التقرير لحتى اعرف انا وجهتي لهي المطار شو راح يقابلني. بالتالي احنا بنصدر هذا التقرير لشركات طيران، بيطلبوا منا يعني بشكل خاص، نصدره بشكل مستمر على مدار السنه وعلى مدار اليوم 4 مرات في اليوم احنا قاعدين نصدره يعني. هذا الشيء بيساعد في تقليل الخسائر على الشركات. نعم بس. طيب انت من خلال شغلك معنا بتقصر العرب، انت طبعا متنبئ جوي وطيار ما شاء الله عليك، شو ممكن الخدمات اللي تقدموها للطيارين؟ يعني انت بتشتغل معنا بتقصر العرب، شو ممكن مثلا تقدم انت خدمات للطيارين، معلومات ممكن تساعدهم؟ يعني تنبؤات جويه مثلا؟ حسب بشكل عام شركات الطيران، عشان شوي يكون يعني شركات الطيران عندها قسم خاص لموضوع التنبؤات الجويه لحتى يعرفوا بالضبط شو راح يكون موجود خلال الرحله. فيعني بشكل نادر ما يجوا يحكوا او يسالونا الطيارين بشكل خاص، احنا بنحكي بشكل نادر ما يجوا يسالونا، لانه اصلا دائما الطيار لازم يكون على درايه واسعه وتامه يعني شامله بموضوع الطقس، فبالتالي هو ممكن لحاله يتنبأ في موضوع الطقس شو ممكن يصير عنده يعني، فممكن يعرف مسار الرحله عنده شو راح يجيب او شو راح يقابله خلال مسار الرحله. فبالتالي يعني في بعض المرات بيكون اسئله، ولكن اسئله بتكون شخصيه من باب المعارف، من باب اما بشكل يعني بزنس خلينا نحكي، تعامله بيكون مع شركات الطيران بشكل خاص، من باب هم بيجيهم هذا التقرير اصلا من 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 الدوله تاعتهم، من ارصادهم، من تيجيهم، ولكن باخذوها كيعني مصدر زياده من ناحيه الثقه اكثر، من ناحيه الامان اكثر، لانه على مدار السنوات يعني دقه المعلومات اللي كنا نعطيها احنا دقتنا توصل لغايه 95% يعني. نعم طبعا الحمد لله يعني. نحن نشكرك مؤمن كثير على حضورك معنا عن جد، يعني بتمنى لك كل التوفيق اكيد في عملك في الطيران، واكيد يعني شكرا جزيلا لك. ان شاء الله نلتقي معك بفقره ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم كثير يعني. شكرا لك، صباحك مره ثانيه.